وهواية أكو بنات يمكن جسمهم شكله طبيعي ومتوازن بس وجههم شوية ممتلئ ويحبون إنه يصيرون أكو تناسق بين وجههم وجسمهم. وكنا نعرف إنه الكونتورينج فشي جديد دخل على أو مستحدث دخل على المكياج، صار شيء أساسي وجزء لا يتجزأ مثل الفاونديشن مثل الماسكارا وغيرها هواية. بس شلون نستخدمه استخدام صحيح؟ ويانا خبيرة المكياج هنجابر، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. إحنا موضوعنا اليوم عن الكونتورينج. قبل ما كان أكو شيء، كان اللون مال الوجه لون واحد، مجرد نخلي بلاش وها هي. هسه صار الكونتور شيء أساسي، وخاصة إنه موضوعنا اليوم عن البنت اللي وجهها ممتلئ، شلون نقدر نستخدمه بطريقة مثالية حتى نبرز الملامح أو الجمال اللي بوجهنا؟ أحب أبين إنه الكونتور هو شيء جديد طرع على عالم الميك اب وبات شيء أساسي. الكونتور له تأثير كبير على تحديد الملامح ورسم تقاطيع الوجه. بالضبط. زمان كان الوجه يكون فلات لأن نعتمد على لون الكريم الأساس واحد ولون الباودر واحد. لكن الآن لازم نحدد الأنف، بإمكان ننحفه، بإمكان نرفعه، كله باستخدام نبرز الخدود، الأبل تشيك، الكرسي الخد، نعمل الذقن، قلبة الشفة من التحت، حتى نعمل حتى كونتور للعين. يعني بإمكان ما نحط آي شادو في العين، مجرد أنه نستخدم كونتور بنرفع الحاجب، ننور المدمع ونعمل كريس، يعطي نعمل العين ثلاثية بصرية، خلي نقول يعني نعمل الوجه 3D بدل ما يكون فلات قطعة واحدة. فعدنا الكونتور، نبدأ بالكونتور الكريمي. بالضبط، هو هذا اللي أريد أسألك عنه. يعني لأنه صار هواي بالسوق أكل كريمي أكل باودر، شو وقت نستخدمه؟ خاصة أنه إحنا متابعاتنا أغلبهم مو مثلاً يردوا الحفلة أو شيء، أغلبهم طالبات يعني أو موظفات، فشنو تنصحين؟ طبعاً إذا عدنا تغيير كاركتر أو تعديل ملامح، ما فيني أستخدم الباودر، لازم أول شيء أستخدم الكريمي، لأن هو يرسم بشكل دقيق أكثر ومحدد أكثر. طبعاً مثل ما نختار بعناية لون الكريم الأساس للبشرة البيضة والسمرة والحنطية، بعد لازم نختار ألوان الكونتور بعد حسب لون البشرة. يعني ما فيني أنا أستخدم هذول الدرجتين الغامقين إذا كانت البنت بشرتها بيضة، بيصير كأنه وسخ على الوجه أو كأنه كلف، ويمكن حتى لونه يتغير بعدين، صح؟ يعني بيقلب. إذا عدنا مثلاً لوكات فانتازي وتغيير كاركتر، ما أستخدم الدرجات البني، بستخدم الدرجات اللي على رمادي لأن أنا عندي تغيير كاركتر. فهذه الدرجات هي تقريباً شاملة لكل أنواع اللي بيدك حالياً بها، كل الدرجات كل الألوان اللي كل درجات الألوان البشرة.